عليكم. والله تحول المجلس إلى الميدان خطابات رنانة هاي. والله يا سيد الرئيس ما عملناش ثورة باش كل واحد يجي يلقي خطبة رنانة هنا على الشعب التونسي، تفهم فيها؟ الشعب تو قول مرة فاتت قلت لك ياكل في الحشيش، تو بدي ياكل في الظلف، واحنا قاعدين هنا انت بيك وانت عليك، انت ماكش مؤدب وانت متربي. اي بالله اي تسمع فيا نسمعوا فيك الكل. اللي عملوا العملة هذه المسخة اللي تعدوا على رمز السيادة الوطنية معروفين، الناس كل تعرفهم، وثم امن وثم قضاء، المفروض يمشوا لهم مباشرة يشدوهم يتحولوا على القضاء مبين. مي الصحافي يعمل حاجة يجون هرسوه بطرح عندكم في مراس، وعذاك مبين هوانا لحية قدك اللي عمل مبين واضح برا له الزو، شو المشكلة من خفين انتم؟ باهي ما يتكلم حد، خليني اتكلم كلمتي وبعدين اعملوا شو تحبوا. انا فديت بهالمجلس راه والله فديت، والله الشعب ياكل في الحطب وانتم قاعدين كانت تتنظروا وتكذبوا هنا، سيب عليكم عاد واحد ما عادش قطعني. انت الاول سيد الرئيس، انت نحب منك تقرير مفصل على زيارتك لبرا، عجباتك الطيارة اربيس نهار كل تحوس بها ومسيب الشعب ياكل في الحطب. نحب تقرير مفصل، جبت لنا الصيد اللي كركر فيه من ذيلة هذا لتونس من الكويت ومن المانيا ومش عارف وين تحوسوا، جيبوا لنا تقرير مفصل على زيارتكم، قداش شركة استثمارية، قداش تخدموا لنا الواحد من ذرينا، قداش تبلطوا لنا من الشوارع، سيبوا علينا مهداري، واحد يحكي لي على الخبز، واحد يكلم الناس برا شوفوا تدخلوا تونس، اللي تتحوسوا به في المانيا وفي انجلترا برا ادخلوا به لقصرين ابو زيد وقبلي وطازر وسليانه. الناس بدها تزيل غرامتك في سي ابراهيم. مش هذا الموضوع نتاع الجلسة، هذا الموضوع لا سي ابراهيم لا ماذا بيك تقعد؟ اولا في الاحترام من فضلك سي ابراهيم، من فضلك قلت لك باش تقعد في الايتار الاحترام وباش تقعد في الموضوع. ايوه اتفضل بارك. شنو هو البيان اللي مطالبنا به؟ نعبر عن قلقنا واسفنا، هذا هو الراية الوطنية. طيحوها وشركوها وعلقوا في بلعتها شلقة سودة، وانت جيلي اصدروا بيان وعبروا عن اسفنا. هي تعطينا مقترح نتاعك، مقترح يحالوا على العدالة فورا كما تحال الصحفي هذاك، يحالوا على العدالة ويحاكموا. منين خايفين انتم؟ منين خايفين هذه السلطة العليا في البلاد؟ لا حكومة، الحكومة ورئيس الجمهورية على قد قدرهم يخدموا موظفين عند المجلس التأسيسي، لازم تعرفوا الشيء هذا. هذه القبة وهذول 217 هم السلطة العليا في البلاد، ما يجيش يقول يصدر بيان يعبر عن قلقك وعن اسفك. كل حاجه تردوها للاعلان، هذا المجلس يا تعطوه وتفعلوا الشيء من اجله دقب الشعب التونسي، يا فضوه حلوه وعملوا انتخابات اخرى ولا عملوا اي حاجه اخرى. يا الزينه مال هدره، بدنا زي الضحكه قدام الشعب، والله الشعب بدنا يضحك علينا، تمشي في الشارع بالنسبه له نايم ولا شيء. لا لا والله الشعب مش يضحك علينا، لا لا ابدا. لا لا يا سيد الرئيس، يا تعطوه هيبة الدولة هيبة المجلس يزمك زادة انت تساهم فيها سي القصر. يا سيد الرئيس هيبة المجلس يزمك انت من الناس اللي ساهموا باش يكون المجلس هذا هيبة، والهيبة انت على المجلس انت خلت لي هيبة. اي نعم انت ما خلتليش اي هيبة، تعطيني دقيقة وتقول لي احكي على مشاكل ولايتك في دقيقة تنحكي لك مشاكل ولاية ليه؟ تو هذه عاد لا سامحني هذه موسيقى استمعناها قبل. تو انت السيد الوزير طلب كلمة خليت اربع دراج يتكلم. لا ما تسامحني، خليني اتكلم. لا خليني اتكلم يا اخوي، انا مسؤول على كلامي يهديكم ربي. لا مسؤول على كلامك، ما احنا مسؤولين زاد في المجلس هذا باش نسيروا جميع الكتل. يا تعامل جميع الكتل بنفس الاحترام والتقدير والهيبة، نفس الاحترام. اما ما يلزمكش تخرج على الموضوع، وانا ما طلبتكش شنو اللي قاعد تعمل تو ثلاثة اسابيع في عطلة. عمري ولا كنتك فاش تعمل لي البرنامج نتاعك. نعم لا باهي اللي نحب نعمله، ال 217 عضونا غدوه توفر لهم كيران، وكل 10 يمشوا الجهه يشوفوا شنو مشاكل العباد. عندهم اسبوع في الشهر يمشوا للجهه. اصبر عليا، ولا هذا هو النظام الداخلي. الحكومه تصبر، ما تاخذش المية ولا والضو والذر يقروا بلاش والدواء بلاش، حتى يصبروا عليك انت 6 شهور ولا 7 شهور. الناس ميته بالشر ويدفع في المية والضو وانت تقول له اصبر عليا، انت جعان، تاني شبعان وهو جعان، كيفاش تتفاهم انا وياه؟ مادة الشخمة نتاعها حابسة ما تخدمش. سامحني بكل احترام. لا ما خرجت خرجت على الموضوع تمام. سي عصام الشابي.